طيب سنتأكد من هذا الأمر أكثر ونقترب من المصدر، ومعنا عبر خدمة سكايب من القاهرة خالد رفعت الصيدلي وموزع أدوية أيضا. أهلا وسهلا بك سيد خالد، مساء الخير. نود أن نعرف حقيقة الإقبال على الأدوية المستوردة مقابل الأدوية المحلية في مصر، وممن بالتحديد من الناس؟ الصراحة هو دي ظاهرة فعلا ظاهرة جديدة، وخصوصا في بعض الأدوية اللي بنلاقي فيها شورتج داخل السوق المصري بشكل كبير، وبالتالي بيبدأ يظهر المستورد عن طريق بعض التجار اللي بيدخلوه بشكل غير رسمي، وبنواجه منافسة قوية من بعض التجار الغير شرعيين، وده طبعا مش في صالح المريض ولا في صالح شركات الأدوية المحلية، وبالتالي ده خطر شديد على العيان اصلا، لانه غير موثوق في مصدر الدواء اصلا، وفي شركات يعني من بره وخصوصا الصين بتسجل ادويه كتيره جدا جدا غير سليمه. طيب هذه الأدوية المهربة كيف تصل إلى الصيدليات ثم إلى أيدي الناس؟ يبدو أن الاتصال غير جيد، هل تسمعنا الآن؟ أستاذ خالد هل تسمعني؟ ايوه يا فندم، نعم، كنت أسأل عن كيف هذه ايوه الأدوية تصل إلى الصيدليات ثم إلى أيدي الناس؟ يوجد في مصر شبكه، او بمعنى اصح مافيا، من تجار الادويه المستورده، وللاسف الصيادله بيتعاملوا معاهم بحكم ان البديل المحلي غير متوفر، ولحاجة الناس ولحاجة الدكتور انه يكتب الدواء ده، وبالتالي بيبقى في ديماند، والديماند ده بيؤهل السوق لاستقبال الدواء ده بسهولة يعني. طيب هنا كيف يكون دور الصيدلي عادة عندما يأتي المريض ويطلب دواء معين؟ هل يلعب دور في تسويقه، في إقناعه، وبماذا يقنع هذا المريض حتى يستهلك هذا الدواء؟ والله الصيدلي يعني ما مش هنقدر نوجه له اتهام مباشر في الموضوع ده، وان كان هو طرف، الا انه لو كان وجد البديل المصري متوفر وبشكل مستمر ما كانش هيلجأ الى صنف ممكن يكون بيطلب منه بشكل دوري ويومي تقريبا، وبالتالي هو بيبقى مضطر لما يلاقي حد عنده هذا النوع من الادوية الغير موثوق فيها بيضطر يتعامل فيها، لان دي في الاول والاخر يعني سوق مفتوح ومحتاج انه يلاقي الصنف موجود. طيب من خلال التحقيقات أيضا تثبت دائما أنه في اتفاقات ومصالح بين الأطباء والصيادلة، نجد طبيب معين مثلا يصف الدواء ويقول للمريض اذهب واشتره من تلك الصيدلية، كيف تتم هذه العمليات؟ لو تشرح لنا بشكل واقعي كيف تصير هذا الأمور؟ بصراحة اللي استعانت الدكاترة بالأدوية المستوردة هو ليه شقين. مبدئيا البيتنسي بتاعت الأدوية أو حق الملكية الفكرية يجعل الدواء ليه يعني بيستحوذ على السوق المحلي لفترة زمنية بتكون كفيلة بإنها يعني معظم الدكاترة يعتمدوا على الدواء ده بشكل معين. دي نقطة. النقطة الثانية إن قوة الشركات المالتي ناشونال بالذات او الشركات الاجنبيه تبقى ليها قوه نفوذ عاليه، سواء بالفلوس او بالهدايا او بالجيف اويز لبعض الدكاتره اللي بيعتبروا ان ده نوع من انواع البيزنس على حساب المريض. طيب الرقابة، دور الرقابة، ما فيش مفتشين أو دورات تفتيشية تأتي للصيدليات في مصر تتأكد من سلامة الدواء الذي يباع هناك؟ والله لو هنقدر نقول فهي يعني محاولات فردية، ولكن ليس يعني بالقدر الكافي، لأن الأدوية المهربة موجودة في تقريبا في معظم الصيدليات بلا استثناء، لا موجودة طبعا، بس هو لابد ان يبقى يعني لابد ان احنا نقفل من على المصدر نفسه، بمعنى ان إدارة التفتيش الصيدلي لابد ان الناس اللي معاها يبقى معاهم على الاقل شبه ضبطيه قضائيه، بحيث انه لو ينزل يبقى محتاج انه يعني يحرز الاصناف دي ويعمل محضر رادع لاي صيدلي بيستخدم ادويه غير مرخصه.
بلس ان لازم يبقى فيه يعني نوع من انواع المسؤوليه من الجهات الامنيه، يعني هذه الكميات داخل الاسواق المصريه، فهي اكيد ما دخلتش يعني غير عن مارك، وفي جهات امنيه تبقى متابعه الكلام ده، لكن للاسف ده غير متوفر في مصر. في يعني من ناحية المعلومة أيضا، ما أكثر الأدوية المحلية أو المستوردة عفوا التي تشكل خطر أمام المستهلكين، واللي هي أكثر طلبا من قبل المريض المستهلك؟ لو اتكلمنا بشكل يعني عام، فاحنا هنقسمهم لقسمين، اللي هو طبعا الادويه المخدره، ودي للاسف موجوده منها كثافه غير عاديه داخل الاسواق المصريه، ووصلت لاسعار مهوله، ولازال في طلب عليها بشكل شديد، وفي مافيا تعتبر ومتوغله داخل الوزاره بتسمح بوجود الاصناف دي وبانتشارها، او الاصناف اللي ممكن نقول عليها يعني اصناف تكون جنسيه او ليها علاقه بالموضوع ده، ودي برضو ملهاش اي مصدر ولا ليها اي مواد فعاله معروفه ومعلومه، لكن بيتم تداولها بشكل كبير. الشق الاخير الادويه العاديه اللي هي بتبقى ناقصه في السوق بسبب سوء التسعير لسوق لدواء مصري، وبالتالي الشركات بتمتنع عن يعني بتمتنع عن تصنيعه. شكرا جزيلا دكتور خالد رفعت، الصيدلي وموزع الأدوية، حدثتنا من القاهرة. نستمع الآن مشاهدينا إلى آراء بعض المواطنين حول سهولة أو صعوبة عثورهم على الدواء. في أدوية كتير بتبقى غالية المستوردة، بتبقى كلها غالية، وفي دكاترة بيكتبوا أدوية عادية مصري، مش كل دكتور للتاني، بس في ده يعني دكاترة بيكتبوا مثلا أدوية مصري الواحد بيستعملها ممكن ما تجيبش مفعول قوي، فالواحد بيضطر غصب عنه إن هو يشتري اللي هو المستورد. أنا لسه جاي من التأمين الصحي، والبرشام اللي حتى الاقتصادي ما ساعات اللي هو بيتباع في التأمين الصحي ما بقاش موجود، ولسه أنا جايب حتى العلاج، قال العلاج مش موجود، اضطر خد العلاج بقى اللي هو بتاع التأمين، وإن كان يعني فعاليته مش مظبوطة بس هو ده اللي موجود. فأحيانا بضطر يعني ألغي العلاج ده خالص وأشتري بداله علاج من بره يكون يعني يكون فعال يعني عشان أتعالج بيه. الأدوية بتتكتب مستوردة، يعني الأدوية المحلية دي مش نافعة، تعبانة. كان على الأدوية اللي هنا دي تعبانة، لما الأدوية التانية دي مستوردة ماشي شغالة، بس برضه بندور عليها ما نلاقيهاش، وفي دواء تلاقيه دواء ما تلاقوش. أنا بتكلم والله على اللي هو الأدوية هنا بتبقى غالية شوية، فممكن يقول لك مثلا تيجي عند صيدلية توقف مثلا يقول لك مثلا يعني الأدوية مثلا مش موجودة، ساعات مثلا بتكون في أدوية مثلا جاية مثلا من يعني من حتة تانية مثلا من بره بتكون مثلا، فهم اصلا بيقولوا زودوها مثلا في السعر بتاعها يعني. او في واحد بيسال على دواء بعلبه لافف بقى القاهره، او بيجي من اسوان او اسكندريه مش لاقي، يا ابني طب بتلف ليه؟ خد الدواء ده بديل له زيه بالظبط ونفس الماده وكله، يقول لك لا الدكتور ما قالش. طب قول للدكتور، الدكتور ممكن يقول له اه خد البديل، وممكن دكتور تاني يقول له لا ما تاخدش لازم هو ده. وده افتكر حسب ما سمعنا دكتور محمد، المواطن ربما يتحمل جزء من المسؤولية في نعم. وعيه أو حديثه مع الصيدلي إذا كان هذا الدواء فعلا يصلح. هنا في بريطانيا نرى حجم الثقافة والوعي لدى المواطن خاصة في مجال الصحة تنقص بشكل كبير في بلداننا، ونخص بالذكر مصر، أليس كذلك؟ نعم. هو بمنطلق تجربتك طبعا. منطلق تجربتي بحكم عملي هنا، الهيئات الرقابية على الأدوية ومنتج الـ HMRA بتزرع الثقة في المواطنين، في صلة مباشرة ما بين الهيئات الرقابية والمواطنين. أنا بشوف إن هو هي المشكلة بتتلخص في انعدام الثقة في المؤسسات المشرفة على الدواء. هنا في إنجلترا الثقة موجودة والناس بس بتثق في كيف تبنى هذه الثقة؟ سؤال واجهني برضو. شوفي بحكم عملي أنا بشوف إن هو التحقيق في الوقائع، الشفافية،
لو يعني مثلا التواصل مع الصيادله الدكاتره بيبقى له تاثير في بناء الثقه. يشوفوا ان هيئه الرقابه الادويه فاعله في الشارع، بتعمل تفتيش، يعلن عن لو في دواء ليه اثار سلبيه يعلن عنه، الناس تعرف بيه، يطلعوا البزنس شويه في موضوع الادويه. يعني ليس موضوع الربح فقط هو الاساسي في الربحيه والبزنس. حقيقه انا بشوف ان هي خربت موضوع الدواء في مصر بشكل كبير. هنا ما حدش يجرؤ، يعني زي ما اشار واحد من الاطباء في التقرير، صحه المواطن يعني خط احمر لا تفاوت فيها. فاي بزنس او استشعارات وجود اي بزنس ما بين اي فصيل، سواء كان صيدلي دكتور، يعني مثلا شركات الادويه بتروح تقابل الاطباء، هذا غير متواجد هنا. ممكن يروح يقابل الصيدلي، ولكن الطبيب لا، ما حدش يقدر ياثر على قراره يكتب ايه وما يعني مثل يكتبش ايه. القاضي. هو يقر، ثم بعد كده التفاوض دوت او التحفيز دوت بيبقى ما بين اللي هو الموزع والصيدلي، ويبقى في حوافز مشروعه. انما البدائل موجوده ومتاحه، خطوات صغيره هي اللي بتبني معمليه الثقه. هي مسألة شركات الأدوية مسألة مهمة، مسألة الربح في العلاقة. من أجل ذلك معنا عبر الهاتف الدكتور علاء ذكري، رئيس إحدى شركات الدواء في القاهرة. دكتور علاء، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. دكتور، لو تحدثنا بصراحة، ما الذي يحكم العلاقة بين شركات الدواء في مصر وبين الصيدليات والمواطن؟ منطق الربح، القانون، المصلحة العامة، أم ماذا بالتحديد؟ بصراحة. هو بصراحة كل ده طبعا بيحكم العلاقة بين الشركات والصيدلية والدكتور في نفس الوقت. الشركات هي اللي بتستورد الأدوية أو بتصنعها محلي، وبعد كده بتقوم بتوزيعها على الصيدليات، وبارل كده أو موازي كده بيبقى فيه مندوبين ممثلين لكل شركة بين الشركات دي، بيبقى دورها إن هي تبين المميزات بتاعت المستحضر بتاعها للطبيب. والطبيب على هذا الاساس بياخد القرار بتاعه بان هو يكتب الدواء اللي هو شايفه مناسب بالنسبه للعيان بتاعه. علاوه على كده ان السوق المصري ما بقاش فيه مونوبلي، يعني ما بقاش فيه دواء واحد ممكن هو اللي بس الدكتور يلجأ له في حاله ان هو عايز يكتبه للمريض بتاعه، لان كله دلوقتي على اساس قانون التسجيل والتسعير، ان كل مستحضر بيبقى فيه واحد براند اللي هو الاجنبي، واحد جينيريك براند اللي هو بديل برضه اجنبي يبقى جينيريك، وفي 10 لوكال مانيفاكتشر برودكت. فما بقاش الطبيب بيلتزم ان هو يكتب حاجه واحده، بالعكس المريض عنده اختيارات في 12 دواء على الاقل او 12 مستحضر لنفس المولوكيول ممكن يستعملهم العيان باسعار مختلفه يعني.